الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. يا راكبا مهرية شئة الصبا، كأن لها برق الغمام زمام، إذا جست في وادي قبا قلب لوعة أهاشم قومي، فالقعود حرام. لقد حل فيكم حادث، أي حادث هوت للدين القويم دعام. قضى الصبط ضامن بالطفوف وشلو لسمر العوالي والسيوف طعام. وقد قطعت أوداجه بشب الضبا، ورض له بالصافنات عظام. وأعظم رزق زلزل العرش صرفه، ودك الرواسي فهي منه رمام. هجوم العدا جهرا على حجب أحمد، هجوم العدا جهرا على حجب أحمد، ولم يرع فيهم للنبي ذمام. فبينا بنات الوحي في الخدر إذ بها أحاط لسلب الطاهرات طغام، تجيل بطرف للحمايات فلا ترى سوى جثث قد غالهن حمام. فنادت وقد عض المصاب فؤادا، وشب لها بين الضلوع ضرايا. أنقف لي هنيئة، فها إخوتي فوق الصعيد نيام. أغسل أجسادا لهم
مدامعي أكفكفها بالراح وهي سجام. أنا بقيت محيرة واطفج بليدي فداء لك سيدتي زينب. أنا بقيت محيرة واصفج بليديا أنا لا عباس يبراني ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى حسرتي بقلبي تكسر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أحد أهم الدروس التي نتعلمها من سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، لأننا نعلم أن الأنبياء والرسل بعثهم الله عز وجل لهداية المجتمع ولخدمة المجتمع. ما جاء نبي ليخدم نفسه وما جاء رسول ليبحث عن مصالحه الشخصية، بل الرسل والأنبياء والأئمة سلام الله عليهم كل أعمالهم وكل جهودهم كانت تصب في خدمة المجتمع ولهداية المجتمع ولإخراج المجتمع من الظلمات إلى النور. لذلك الله عز وجل دائما يحدثنا عن قصص الأنبياء وكيف كان الأنبياء يريد هداية هذا المجتمع وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم على فهم الأمور ودفع البلاء عنهم ودفع نزول العذاب عنهم. لذلك أحد أهم أهداف ثورة الحسين عليه السلام هي إصلاح المجتمع، هي إصلاح تلك الطبقة الضعيفة المحرومة التي قهرها بنو أمية بالظلم والعدوان. لذلك سلام الله عليه الإمام الحسين مرات ومرات أعلن عن هذا الهدف: إن أريد إلا الإصلاح في أمة جدي، ما خرجت بطرا لا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا كان هدف الحسين عليه السلام. نحن أيها الإخوة الأعزاء، وخصوصا في بعض المجالس أنا أرى كثير من الشباب، واليوم حديثي في هذا المجال، أرى كثير من الشباب الأعزاء الذين هم قرة عيوننا يبادرون إلى العمل وإلى الخدمة في مجالس سيد الشهداء، لعله يحمل شهادة
لعله دكتور مهندس، ولكن ما يستنكف أن ينظف المسجد وينظف الحسينية وهو يعمل خدمات كما يعملها في بيته. هذا عين الطلب وعين الإرادة التي يريدها الإسلام منا، لأن سيد القوم هو خادمهم، سيد القوم ذلك الذي يخدم الناس من حوله ولا يخدم نفسه، ذلك الذي يرى أن الناس حاله حال الناس بل هو ليس أفضل من الناس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ما كانوا يتعالون على الناس بل كانوا هم كالناس ويعيشون كحياة الناس. لذلك إخوتي الأعزاء، في العمل الاجتماعي يراعى هنالك سبعة أمور أذكرها إن شاء الله بالاختصار، لأن الوقت لا يسع أن نأخذ من وقتكم الكثير. المطلب الأول أن كل إنسان وكل مؤمن وكل فرد في مدرسة الحسين عليه أن يكون له هدف، كما كان للحسين عليه السلام وكما كان لأهل البيت. الإنسان اللي يعيش بدون هدف هو إنسان ضائع، إنسان ما يعرف وين يروح، مثل السيارة والإنسان اللي راكب في سيارة وما عنده هدف ما يعرف وين يطلع، لذلك يضيع، يتعرض لمشكلات ولا يصل إلى الهدف. نحن أيها الأخوة يجب علينا أن نتعلم من القرآن الكريم ومن النبي الأعظم ومن أهل البيت أن دائما يكون لنا هدف في الحياة. لذلك الله عز وجل في هذه الآية عن لسان شعيب عليه السلام في الآية 88 من سورة هود، الله عز وجل يقول عن لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح، أنا هدفي أن أصلحكم أيها القوم، أنا ما جئت لأفسد أمركم، ما جئت أنا لأجمع أموالكم، أنا ما جئت هنا لأفرقكم أحزاب وعشائر يقاتل بعضكم بعضا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، بمقدار ما الله أعطاني من قوة وقدرة أنا أريد أن أصلح. لذلك أهل البيت سلام الله عليهم كان هدفهم هو الهدف القرآني، هدف الأنبياء واحدا بعد واحد، وإلى سيد الشهداء عليه السلام الذي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله كان هدفه الإصلاح، ما كان جاي بهدف ضائع أو إنسان جاي من أجل أطماع خاصة أو من أجل كرسي كما بعض المؤرخين. تعرفون بعض المؤرخين من أبناء العامة أو من أبناء مدارس أخرى كانوا يحاولون أن يصوروا أن الحسين يبحث عن سلطة، أن الحسين جاي يريد يزيح يزيد بن معاوية وهو يصير خليفة المسلمين، في حين هذا ليس هو الواقع. الواقع أن الحسين ما كان يبحث عن سلطة الدنيا، والله قد جعله أعطاه صك. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ابناي هذا حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، عند صك من رسول الله أنه هو سيد شباب أهل الجنة، فما يصنع بالدنيا؟ يعني شو يريد يصير بالدنيا؟ يصير ملك؟ وهل الملك عنده مقام أن يصير سيد شباب أهل الجنة؟ فالحسين ما كان يبحث عن دنيا، كان يبحث عن الإصلاح في أمة جده، وهذا شأننا وشأن كل إنسان يسير على خطى الحسين عليه السلام. يجب أن يكون هدفه دائماً الإصلاح وليس طلب الدنيا وطلب الغرائز والشهوات. هذه النقطة الأولى أيها الأخوة الأعزاء. النقطة الثانية في الآية الكريمة يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني شو؟ يعني النبي شعيب يخاطب قومه يقول لهم: أنا مثلكم ملتزم، إذا الله عز وجل طلب مني صلاة أنا أصلي وأطلب منكم أن تصلون، إذا طلب مني أدفع مال أدفع زكاة أنا أولكم، أنا أدفع الزكاة، أنا أدفع الحقوق الشرعية، إذا طلب مني جهاد أنا أول إنسان معكم، أنا أجاهد في سبيل الله،
فأنا لا أطلب منكم شيء وأسحب نفسي وأخلي نفسي على جنب وأكلفكم أنتم. تعرفون يعني شنو؟ أنا أضرب لكم مثال عن هذه القضية. يذكر كتاب مزاحم المنقري في كتاب تاريخ صفين، تاريخ صفين، هذا من أقدم الكتب التاريخية في الإسلام، كتبه المؤلف مزاحم المنقري في سنة 60، في 60 سنة، عفواً 60 سنة بعد واقعة صفين كتب هذا الكتاب، وهو من أقدم الكتب. يقول في معركة صفين يوم من الأيام خرج أمير المؤمنين عليه السلام، نادى معاوية، قال فليخرج معاوية لأكلمه، خلي يطلع أنا بس أريد أحكي معه. خلى السيف أمير المؤمنين، لأن طبعاً معاوية يخاف من سيف علي بن أبي طالب، وضع أمير المؤمنين السيف، قال لهم هذا ما عندي سيف، خلي يجي أحكي معه. ما رضى معاوية، إلى أن صارت بلبلة في عسكر معاوية أن علي بن أبي طالب بس جاي يحكي معك، اطلع احكي وإلا الآن ينقلب عليه العسكر. إجا عمرو بن العاص قال لو لك اطلع فضحتنا، اطلع بس احكي، ما تعرف تحكي، اطلع بس تكلم. طلع معاوية، طلع فقال له أمير المؤمنين، قال ما هو على ما يقاتل الناس بعضهم بعضا، ليش الناس احنا نخليهم يقاتلون؟ تعال أنا وأنت نتقاتل وخلص، كل من يغلب له الأمر أنا أقبل، كل من يغلب يأخذ المسلمين وهو يصير خليفة المسلمين، شو رأيك؟ أمير المؤمنين قال له، قال لا يا أبا الحسن لا. ليش؟ لأن يعرف أن معاوية هو الخاسر، هو الخاسر، معاوية يأمر الناس بالجهاد ولكن لا يريد أن يتقدم أمام الناس، ما يريد هو يجاهد، يريد الناس تجاهد عنه، يريد الناس تقاتل حتى هو يجلس على السلطة وعلى الكرسي، وهذا شأن زعماؤنا ورؤساؤنا مع الأسف، هو يجلس في القصور ويريد الناس المساكين، احنا بالمثل العراقي يقول ابن الخايبة، المسكين هو يروح يقاتل وهم قاعدين في القصور وعلى العروش يتربعون. الإسلام لا، رسول الله عندما خرج لمعركة بدر، اقرأوا التاريخ، كان هو أول الناس وقف أمام المسلمين، رفع يديه بالدعاء ثم خرج مع الحملة، منحاز حملة على الكفار، خرج رسول الله معهم وبيده السيف يقاتل. أمير المؤمنين ما من معركة إلا وهو أول الناس يقاتل أمام الناس، ما راح وراء الناس قعد كما كان يصنع معاوية، كان هو علي بن أبي طالب يقاتل أمام الناس. عندما تنزل آية الإنفاق في سبيل الله، علي بن أبي طالب أول الناس في الصلاة، يدخل فقير إلى المسجد يقول أيها الناس أعطوني شيء أنا فقير، فما يأخذ شيء، ما يعطيه أحد، فيلوح أمير المؤمنين له بإصبعه بيديه، يأتي يتقدم فيخرج عليا خاتمه في الصلاة ويعطيه الخاتم. هذا علي بن أبي طالب، هؤلاء هم أهل البيت، لذلك أهل البيت كانوا هم أول من يلتزم بالإسلام، أول من يلتزم بالأحكام، أول من يلتزم بالنظام. إذا قالوا للناس صلوا صلاة الليل فهم أول من يصلي صلاة الليل، إذا قالوا للناس مستحب الصيام هم أول الناس يصومون، هم أول الناس يعملون. لذلك هذا منطق القرآن أيها الأخوة، ومنطق أولياء الله عز وجل، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لذلك العمل الاجتماعي أيها الأخوة الأعزاء يقتضي من الإنسان أن يلتزم، هو يلتزم، مو أنا أصعد على المنبر أحكي للناس وأحكي وأعظ الناس بعدين أنا أطلع من المنبر الناس يقول لك شوف هذا السيد هو أول المخالفين، هو أول إنسان مثلا يتجرد عن أوامره. طبعا الناس بعد ما تقبل كلامي، الناس يقول لك يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، أنت تريد تعلم الناس أول علم نفسك. لذلك أهل البيت عندما كانوا يرقون المنابر ويحدثون الناس، الناس كانت تعرف أن هؤلاء من هم،
هؤلاء هم الذين التزموا بالدين. نحن اليوم أيها الأخوة، الإنسان اللي يتطوع في سبيل الله وفي مجلس الحسين وفي محضر حسينية الحسين عليه السلام هو أول الملتزمين عملاً بسيرة سيد الشهداء عليه السلام. النقطة الثالثة أيها الأخوة، الله عز وجل في القرآن يقول هذه العبارة عن لسان أغلب الأنبياء: وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا. النبي الإمام ما جاي حتى يجمع من الناس أموال ويأخذ حتى هو يخليها بجيبه ويعمل بزنس، لا، ما يسأل. الذي يعمل لله عز وجل ما يسأل المال من الناس، ما يريد من الناس تدفع له ضريبة ويدفعون هنا فلوس فلان وفلان وفلان ويجبل الناس جبايات غير مشروعة كما يصنعونها اليوم هنا وهناك. النبي عمله لله عز وجل: إن أجري إلا على الله. يقولهم: أنا ما أريد منكم أجر، أنا جئت فقط لخدمتكم، أجري على الله. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. هكذا كان أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الإمام الحسين ما طلب من الناس أجر مقابل الخروج معه أو هداية الناس، أو النبي صلى الله عليه وآله علم الناس القرآن. سمعت أن النبي قال لواحد: تعال ادفع فلوس حتى أنا أعيش، أو حتى أنا أبني بيت قصر، أو أنا أمشي أركب لي على دابة أو على جواد أو حصان. ما طلب من الناس يوم من الأيام فلوس. طبعا بعض الناس ما يتصور أن الزكاة والخمس هي أجر. الزكاة والخمس هي عبارة عن حماية المجتمع اللي أنت تجتمع أنت تعيش فيه. شلون؟ أنت إذا ما تدفع الزكاة، الآن هذه النظرية في أمريكا أيها الأخوة الأعزاء، الآن شوفوا المناطق هنا في أمريكا، المنطقة اللي أهلها يدفعون تاكس منيح، الحكومة تنفق على هذه المنطقة: التعليم جيد، الأمن جيد، الشرطة، الخدمات، المستشفى، كلها موجودة. ليش؟ لأن الناس تدفع تاكس. الإسلام نفس الشيء، الإسلام يقول لك أنت ادفع زكاتك. إحنا في الزكاة، جارك الفقير أحسن مما يصير حرامي ويسرق بيتك ويسرق بيوت الناس، إحنا نعطيه قوت لا يموت يأكلها حتى ما يجي يسرق الناس وحتى لا يقطع الطريق عليك، وإحنا نوفر لك بالزكاة دراسة زينة، نعمل لك محيط إسلامي جيد. هكذا أراد الله عز وجل. لسه طبعا دولنا الإسلامية ما فيها النوع. اليوم دولنا الإسلامية الزكاة إنا أنزلناه في الجيب، طبعا ما يعطوها وما ينفقوها إلى الفقراء. نعم في دولنا اليوم دول الإرهاب، الزكاة تروح في جيوب داعش حتى يقتلون ويدمرون هنا وهناك بالتفجيرات، ينفقون أموالهم على هذه التفجيرات، وأنتم تعرفون هذه الأمور جيدا. لذلك أيها الإخوة الأعزاء، الإنفاق في سبيل الله هو مو عطاء للنبي، لذلك النبي كان يأخذ منهم العطاء، يدعو لهم يقول لهم: تقبل الله منكم، أنت تعطي حتى الله عز وجل إليك يوفقك ويحمي المجتمع، أنت ما تعطي لرسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك أهل البيت حياتهم كانت حياة الفقراء، كانوا يعيشون كما يعيش الناس. اقرأوا عن رسول الله، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في العمل الاجتماعي أيها الإخوة، علينا أن نعمل مع الفقراء وأن لا نستنكف منهم. أنبياء الله عز وجل من إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء من قبل، من كانوا أصحاب الأنبياء؟ كانوا الفقراء. أما الأثرياء المترفون، الله عز وجل يذكرهم في القرآن. الإنسان المترف ما يصرف ليجي نبي يقول له ادفع هنا وهنا، ادفع للفقير وهنا ابذل في سبيل الله عز وجل، ما كان يدفع. من اللي كان يأتي عند النبي؟ كانوا يأتون الفقراء والمساكين. اقرأوا في التاريخ
يوم من الأيام جاء مجموعة من كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، قالوا يا رسول الله أنت مجموعة من الفقراء، وبعبارة أخرى ريحتهم طالعة، هذه ريحتهم طالعة ترى هم قايليها، هاي مو من عندي أقولها، قالوا هؤلاء فقراء حتى ما يقدرون يغسلون أنفسهم، طبعا ذاك اليوم ما في حمامات مثل الآن وماي، أصلا ماي ما كان موجود، إذا كان واحد مثلا محظوظ يحصل ماء قليل، فقالوا له يا رسول الله ذول الفقراء نحيهم عنك وإحنا الأغنياء مستعدين نجي نقعد معك نتكلم معك، بس مو تقعدنا مع الفقراء، إحنا ذولا ما نريدهم، ذولا عبيد كانوا، هذولا فقراء، هذولا مو من مستوانا، هذولا إحنا ما نشتهيهم، وهذا المفهوم موجود في كل المجتمعات إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم الفقير منبوذ، الله عز وجل يخاطب شعب يقول له وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنا ما أطرد المؤمنين، المؤمن هذا قريب إلى الله، أنا شو عرفني ذاك الغني أقرب أو الفقير، أنا وظيفتي أن أبلغ رسالة الله. لذلك أيها الإخوة الأعزاء كل من يعمل في مدرسة الحسين وفي مجالس الحسين عليه أن يعمل مع الفقراء ومع المساكين، وأن ما يستنكف من العمل لخدمة الفقراء في المجتمع. لذلك واحدة من ميزات هذا الدين أنه يقدم الخدمة للفقراء وللمساكين، هكذا علمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك هذه النقطة الرابعة، العمل مع الطبقة المحرومة. لذلك تشوف أهل البيت دائما منو كان معاهم؟ المساكين والفقراء كانوا مع النبي ومع أهل البيت. الأثرياء مع من يرحون؟ كانوا يرحون مع السلطان ومع فلان وفلان ومع الخلفاء أصحاب الدنانير والدراهم. علي بن أبي طالب كان يخرج من المسجد يجلس عند عبد اسمه ميثم، أمير المؤمنين وضع له بسطة بباب المسجد قال له تعال اقعد بيعتمر. كان تاريخ يذكر أن هذا العبد وهو عبد ولكن إيمانه قلبه كان من أعظم القلوب عند الله عز وجل. يقولون كان أمير المؤمنين يجلس عنده، بعض الأحيان هو يروح لشغل أمير المؤمنين يبيع عنه التمر أو يبيع عنه البطيخ في الصيف، هذا ذاكرين كان يبيع البطيخ في الصيف بباب المسجد والتمر، في حين كان يوجد شيوخ عشائر وشخصيات وأصحاب أموال، علي بن أبي طالب ما كان يجلس معهم، ما كان يروح معهم، كان يجلس مع هذا العبد مع هذا الفقير. ليش؟ يعلمنا أهل البيت أن الدرجة عند الله ترى مو بالمال، مو بالفلوس، الفلوس ما تصنع إنسانية. نعم هنالك أثرياء مؤمنون الله عز وجل أنعم عليهم بالمال وهم مؤمنون وجزاهم الله خير الجزاء، هؤلاء يستغلوا ثروتهم من أجل الدين، من أجل النعمة، من أجل شكر نعمة الله عز وجل، هذه من النعم الإلهية. النقطة الأخرى أيها الإخوة الأعزاء، الذي يعمل في سبيل خدمة المجتمع ما يجعل من نية منه في عمله على الآخرين. خلي أضرب لكم مثال، أكو بعض الناس مثلا يجي يتبرع بمبلغ مال للمسجد للحسينية لمشروع خيري، بعدين أمام الناس يا أبا أنا ترى أنا فعلت هذا الفعل، أنا سويت هذا الشيء، وكأنه يحمل الناس من نية صنيع الخير. الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت اللي تريد تدفع صدقة ما تخلي من نية على الفقير أو على المشروع الذي عملت في سبيل الله عز وجل. لذلك أنتم اقرأوا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، النبي ما يوم من الأيام اجي قللهم للناس يابا أنا ترى عندي منية عليكم، عندي فضل عليكم، أنا أخرجتكم من الظلمات إلى النور، أنا هديتكم، ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. ليش؟ لأن أجرهم من الله
ما كانوا يضعون منا على أحد من خلق الله عز وجل. لذلك حتى في مدرسة الحسين في العمل الخيري الإنسان المؤمن ذلك الذي لا يمن على الآخرين بعمله. قل أتمنون علي إسلامكم؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. الله له المنة، إحنا ما نمن. المنان اسم خاص لله عز وجل، لا يجوز الإنسان أن يسمي نفسه منان. ليه؟ عبد المنان مثلا. ليش؟ لأن المنة هي لله عز وجل على عباده، أما الإنسان يخلي منية على الآخرين فلا يجوز ويبطل صدق. وكم من أناس منوا على الآخرين وأبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. النقطة الأخرى أيها الإخوة الأعزاء هو التعاون. العمل الاجتماعي يقتضي أن يكون هنالك تعاونا بين المؤمنين. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اليد الواحدة لا تصفق. عندما يجتمع 5-6 يستطيعون أن يؤسسوا مركز إسلامي، بارك الله بهم، هذا تعاون مجموعة 5-6 من الأشخاص، ثم مجموعة من الكوميونيتي تجتمع كلهم يتعاونون، يصير المشروع مشروع ناجح مقبول عند الله عز وجل وعند المجتمع. أما الإنسان الواحد الفرد الذي لا يتعاون مع الآخرين جهوده تذهب في هباء وتضيع جهوده. لذلك المؤمن ذلك الذي يتعاون ويضع يده في يد المؤمنين من أجل خدمة المجتمع الإسلامي ومن أجل خدمة المؤمنين. لذلك في العمل الاجتماعي كذلك من شرط العمل الاجتماعي أن يكون هنالك تعاوناً بين المؤمنين. لذلك إحنا نجد هذه المفاهيم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جسدها في ثورته. الإمام الحسين جسد كل هذه المقاطع، أن ثورته كانت لله عز وجل خالصة لوجه الله، ما أراد بها دنيا. الحسين لو كان يريد الدنيا كان عليه من السهل أن يترك يزيد ابن معاوية مثل ما تركه فلان وفلان، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، سكتوا ما قالوا شيء، تركهم يزيد ما قال لهم شيء. ليش؟ خافوا على البزنس، خافوا على أموالهم، خافوا على أوضاعهم. الآن لذلك الناس ما يقرون سيرة عبد الله بن عمر أو سيرة عبد الله بن الزبير، يقرؤون سيرة الحسين عليه السلام، سيرة ذلك الذي باع الدنيا وباع مصالحه الشخصية من أجل الآخرة. لذلك مدرسة الحسين مدرسة كرامة، مدرسة عزة، مدرسة ترفع الرأس. وعلمنا الحسين أن كرامة الإنسان هي أغلى من دمه، أغلى من دمه، فيبذل الدم حتى يكون كريما ويعيش مرفوع الرأس. لذلك هكذا عاش الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول السيد ابن طاووس في يوم 8 من ذي الحجة الحرام وقف الحسين عليه السلام في المسجد الحرام وهو بين الحجيج وقام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء
فيملأن مني أكراشا جوفا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته فهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه ألا ومن أراد الرواح إلى الله فإني خارج مصبحا إن شاء الله. هذه كانت خطبة الحسين في المسجد الحرام أعلن فيها الحسين. والعجيب أيها الإخوة كثير من الجهلاء كانوا يقولون أن الحسين ما يعرف لوين يروح، في حين الحسين في خطبته قال وخير لي مصرع أنا لاقيه بين النواويس وكربلاء، أخبر الناس أين يصرع وأخبرهم بالفجائع التي تمر عليه. لذلك الحسين كان عالم عارف، مو إنسان غشيم، كان يعرف أنه يذهب إلى أهل الكوفة. لذلك عندما خرج من مكة أول من لاقاه الفرزدق، اقرأ بالتاريخ. الفرزدق قال، الفرزدق كان جاي مسرع يوم 8 ذي الحجة يريد يلحق على عرفة يوم 9 والحسين خارج من مكة، فقال له الحسين عليه السلام كيف الناس بعدك يا فرزدق، شلون تركت الناس في الكوفة؟ قال يا ابن رسول الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذه المصيبة أن القلوب معك يا أبا عبد الله، يحبوك ويحبون كلامك بس هم مو معك، السيوف عليك، هم مع الأعداء عليك يا أبا عبد الله. ليش؟ لأن مصالحهم تنضرب. هؤلاء أهل الكوفة كانوا يخافون على أموالهم، يخافون على أولادهم، يخافون على مصالحهم، لذلك سيوفهم عليك يا أبا عبد الله، ولكن قلوبهم معك، يعرفون أنت تحكي الكلام الصحيح، يعرفون هذا كلامك هو الكلام الواقعي، هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الحسين ما تعجب. لعل الفرزدق البقية كانوا يتوقعون أن الإمام الحسين هل يغير بطريقة ويترك الكوفة، لا، الحسين خرج إلى هذا الطريق وهو يعرف إلى أين يذهب. يقول الإمام زين العابدين كلما نزلنا منزل صعدنا كان أبي يذكر يحيى بن زكريا وهو يقول من هوان الدنيا على الله عز وجل أن أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وفي رواية سوف يهدى رأسي إلى يزيد بن معاوية. الإمام زين العابدين هو يرافق أباه يسجل هذه الكلمات التي يقولها الإمام الحسين سلام الله عليه. في ليلة من الليالي في طريق كربلاء جاءت زينب، أصبحت جاءت إلى الحسين عليه السلام، قالت أخي أبا عبد الله أنا البارحة رأيت في المنام كأن مناديا ينادي ينادي الناس تساق المنايا وتساق المنايا خلفهم، تساق الركاب ويساق المنايا خلفهم، يعني الموت يركض خلفهم، وكأني سمعت مناديا ينادي ألا يا عين فاحتفلي بجهدي فمن يبكي على الشهداء بعدي على قوم تسوقهم المنايا بمقدار إلى إنجاز وعدي. بكت زينب سلام الله عليها، ولكن قلب الحسين الرؤوف ذلك القلب الواسع مسع دموعها، قال بني لا أخي زينب لا تشمتي بنا الأعداء، هذا طريقنا، أبي خير مني، جدي خير مني. هذا يوم عاشوراء، الإمام الحسين يؤكد هذا المعنى، يعني أخي زينب أنا مصمم على هذا الطريق، أنا رايح في هذا الطريق، لا تمنعيني من هذا الطريق. حتى وصل ركب الحسين، إن شاء الله غدا نذكر لكم
وصول الحسين إلى مدينة كربلاء. ولكن الإمام زين العابدين يقول الرواة كلما تذكر، كلما الراوي يقول وضعنا طعاما أمام زين العابدين كان ينظر إليه ثم يمزجه بدموعه ثم يعرض عن الطعام، يقول له الغلام سيدي أبا عبد الله أما آن لك أن تأكل؟ أما آن لك أن تشرب؟ كان يقول كيف آكل وقد قتل أبي الحسين جائعا، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟ ثم يمزج الطعام بدموعه ويقوم ولا يأكل، حتى دخل عليه أبو حمزة الثمالي قال له سيدي أبا عبد الله أما آن لي دمعك أن يرقى؟ بس ابن رسول الله هل قد تبكي؟ تبكي؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، كفاك بكاء يا سيدي. فقال له الإمام زين العابدين يا أبا حمزة نعم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن متى كان سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة والله كلما رأيت أخواتي وعماتي ذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وما مش بالكفر شيمة، هالخيمة تشب بنا ردا ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال. قال حميد بن مسلم رأيت الخيام اشتعلت نار، اشتعلت النار في ثياب طفلة صغيرة من يتامى الحسين فجعلت تعدو وهي مرعوبة. يقول حميد بن مسلم عدوت خلفها أدركتها، عندما أدركتها سقطت على وجهها، أطفأت النار، قامت مرعوبة نظرت إلي قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت لها سيدتي أنا لا لكم لا عليكم، أنا جئت لأطفئ النار. قالت لي يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت لها نعم، ماذا تريدين؟ قالت هل قرأت وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت نعم سيدتي قرأت. قالت والله أنا يتيمة الحسين الآن قتل أبي. قلت لها سيدتي ألك حاجة؟ تريدين شيء؟ قالت نعم، دلني على الغري. يعني وين النجف؟ دليني على النجف على الغري. قلت لها سيدتي بيننا وبين الغري مسافة، بعيد الطريق، ماذا تريدين؟ كأني بها أنادت قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي؟ تغض عن الأقذاء أجفى أنا، عجل لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا أو تولى دفن قتلانا. يقول قلت لها سيدتي ألك حاجة؟ قالت نعم والله أنا عطشانة، منذ يومين ما شربنا الماء. يقول حميد بن مسلم فجئت بإناء فيه ماء وضعته أمامها، قلت لها سيدتي هذا الماء اشربي. جعلت تنظر إلى الماء ودموعها تنهمر وهي تقول كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وأهلي قضاء وكلهم عطاشا،
وحسين التربة بسفراشه.